اهلا بك يا سهام، واهلا بكل الساده المشاهدين ومتابعينا على مدار الاسبوع. زي ما انت قلتي، كميه طاقه ايجابيه يعني ممتازه جدا بصراحه. انت بتقابلي هنا في كل القاعات وفي كل الجلسات وفي كل حتى التجمعات، بتقابلي شباب يعني فعلا بجد جواهم طاقه ايجابيه جدا، مبادرات يعني محترمه جدا بتخدم المجتمع وبتخدم مصر بشكل قوي جدا. خلينا بقى كمان نطلع من وجهه النظر الصحفيه، نشوف ان ممكن لو كتبنا منشط كبير يعني في احد واكبر الصحف القوميه المصريه، استاذ خالد ميري رئيس تحرير جريده الاخبار، يقول لنا لو غدا ان شاء الله باذن الله بيكتب منشط طويل وكبير عن تجربه منتدى الشباب العالمي، يقول ايه؟ استاذ خالد بنرحب بحضرتك على شاشه ام بي سي. اهلا بيك وبكل الساده المشاهدين. استاذ خالد، لو هنكتب يعني منشط كبير وزائد كمان مقال، نقول ايه عنوانه وعنوان المنشط؟ انا اعتقد ان العنوان الوحيد اللي ممكن يتعمل هو النجاح. كلمة واحدة بتعبر عن اللي حصل في شرم الشيخ طول الخمس أيام وصولا لحفل الختام النهاردة، واللي الحقيقة أنت ممكن تتكلم عن حدث عالمي على أرض مصر نجح نجاح غير مسبوق. جزء كبير جدا من النجاح على مستوى العالمي الحدث اللي حصل امبارح لما السيد الرئيس التقى لأول مرة بمراسلي كل وسائل الإعلام الأجنبية مع رؤساء تحرير الصحف المصرية لأول مرة، هذه التغطية الإعلامية العالمية لحدث يحدث على أرض مصر بهذه الكثافة وبهذه الإيجابية واللي أنت كنت بتتكلم عنها بهذه الطاقة الإيجابية. يعني كنا دايما متعودين على تغطيات سلبية أو تغطيات قصيرة لأحداث ناجحة، بالأمس بس بدأنا نشوف هذه التغطية الواسعة والإيجابية جدا لحدث عالمي نجح جدا على أرض مصر. أكيد بخبرة حضرتك يعني أكيد أكثر من مؤتمر بيتضمن لرؤساء أو مسؤولين، أكيد حضرتك شفت في عيون السادة الصحفيين ومراسلي القنوات الأجنبية والصحف الأجنبية، شفت في عيونهم إيه؟ هل في حدث ما بين حضرتك وما بينهم كلام؟ شوف إزاي رد الفعل على هذا المنتدى العالمي. الحقيقة يمكن كان في نوع من التقصير في تعامل الدولة مع وسائل الإعلام الأجنبية وفي التواصل معها وفي إمدادها بالمعلومات. الحوار معهم امبارح كان إيجابي جدا لما تكلمنا معهم، وهم معظمهم زملاء بيمارسوا المهنة معانا، كان كلامهم إيجابي جدا، كانوا سعداء جدا أنه أتيح ليهم الفرصة للقاء رئيس الجمهورية لأول مرة والحوار معاه بشكل مباشر، كانوا أتيح ليهم الفرصة لأول مرة أنهم يشاركوا بهذا الزخم في هذا الحدث العالمي الكبير في مدينة السلام شرم الشيخ. الانطباعات كانت إيجابية جدا، جزء كبير زي ما قلت من اللي كان بيحصل أنه المعلومات ما كانتش بتوصل أو بتوصل منقوصة أو بتوصل في وقت متأخر. أعتقد أنه هذا التواصل الإيجابي اللي إن شاء الله يستمر هيغير كتير قوي طريقة تعاملهم مع الأحداث في مصر، هيخلي التعامل يعتمد بشكل كبير على العمل المهني، لأن احنا كنا بنعاني أن المشكلة كانت عدم التغطيات المهنية لما يحدث في مصر. أعتقد أنه مع التواصل مع إمدادهم بالمعلومات في الوقت المناسب، أن احنا مش بس في مؤتمر شرم الشيخ، في كل الأحداث الجاية في مصر هنلاقي هذا التعامل المهني مع كل ما يحدث في مصر. خالد، انا عشان نعرف ان حضرتك تاخرت كثيرا عن حضور حفل الختام، واحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا واطلالتك على ام بي سي. انا بشكر حضرتك جدا، بشكر الاستاذ خالد ميري رئيس تحرير جريده الاخبار جريده قوميه. استاذ خالد قال لنا المنشط ان شاء الله بكره يكون النجاح هو العنوان الرئيسي والهام في هذا المنتدى العالمي للشباب. بشكرك يا سهام وبعود اليك مره اخرى. بشكرك جدا محمد، وبشكر طبعا خالد ميري وكيل أول مجلس نقابة الصحفيين، بشكر هويدا يحيى كمان زميلتي، وبشكر جدا يعني مشارككم في هذا المنتدى والتغطية دي اللي كانت على مدار ست أيام. يا جماعة زمايلنا دول ما كانوش بيناموا الحقيقة.